مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. اجين فيديو من سلسله الميك اب الزبالي. هدول الفيديوهات بصراحه تامه كثير بيعجبوني. بعرف انه هلا في ناس رح تقول ايه ما انت وشك وش زبالي كمان هيك بيعجبوكي هدول الفيديوهات، وهيدا ليس صحيح. بيعجبوني هدول الفيديوهات لانه عم بحس حالي عم بعطي فيهم معلومات اكثر، يمكن مش كل الناس عارفانينها، ما رح اقول انه كل الناس مش عارفانينها، بس في عالم بتصور انه كمان بتعجبهم هيدي السلسله من الفيديوهات. الفيديو عن الباودرز. اذا اول فيديو هيدا رح تشوفوه، في كمان السلسله اللي قبلها ولا الفيديوهات اللي قبلها عملت على الفاونديشنز، عملت على الكونسيلر، عملت ان جنرال، بس هيدي المره شوي مختلفه لانه اذا لاحظتوا في علامه الاستفهام باخر العنوان الباودرز زائد علامه الاستفهام، لانه ما في باودر ذا بيست ولا ماي دريم باودر، لانه في كثير اللي عندي مناح وفي اللي كثير مناح، بس بالمجمل وفي اللي ما عجبوني بالمره. هيدول كلياتهم الباودرز يلي عندي كلهم، خلينا نحسب قد ايه، بتصور يا 15 يا 16. فالترتيب رح يكون كالاتي، رح احكي عن كل الباودرز، هيك قلت بجمعهم كلياتهم بفيديو واحد، لانه من قبل عملت الدراج ستور والهاي اند كل وحده لحالها. للاسف انا ما فيني اقول للصبيه مثلا لما بتقلي انا بشرتي بهيدا اللون وبشرتي بهيدا النوع شو رح يلبق لي، ما فيني اقول، اتس امبوسيبل. طبعا ما فيني افتي ولا فيني اقول لحدا روح جيب هيدي الباودر الفلانيه عندن فوت شخص بالحيطان، بدكم انتم تجربوا، بس انا هون عم بحاول اعطيكم شويه معلومات لساعدكم بالاختيار. بتصور هذا الفيديو رح يكون كتير طويل لأنه على كتر الباودرز، رح أحاول أعطي النقاط المهمة بنظري، زائد رح بلش من الأغلى and then للأرخص because this is how it makes sense to me. ما رح طول أكثر من هيك، let's go. أنا قعدت عم بعمل ريسيرش وعم جمع النقاط، مش ريسيرش بس إنه لأعرف شو رح أحكي. ف the very first product ولا البرودكت الأولاني الأغلى شيء بتصور عملت عليه اغلى باودر من سلسله ميك اب جنون، يعني الاسعار جنونيه، يلي هو من كريم دو لا مير ولا من لا مير. عندي اثنين باودرز، وحده اشتريتها السنه اللي فاتت بعرف، بس لهلا ما زبط انه اعمل فيديو لحاله، فقررت انه احكي عليها فرد مره، ويلي هي من لابخيري، جارتها لا مير ولابخيري. بس اكتشفت اكتشاف انصدمت فيه بصراحة، فكرت نفس الوزن لأنه أنا كمان بقارن الوزن، طلعت هي مقارنة بهي مع إنه هيدي أغلى، بس إذا قارنا الوزن هيدي أغلى بمسافات، وهلا رح تفهموا عن شو عم بحكي. هيدي اسمها لا مير دي باودر، هيدول البراندات الكبار منهم بحاجة ليسموا ولا بيعطوا ولا شيء أبدا، دي باودر، دي كونسيلر، دي فونديشن. المهم هيك بيجي شكلها من جوا، بتيجي معاها فلور باف. كان في قبل هاي باودر قديمه، فهيدي اتس نيو فورمولا هيك بيقولوا، علوا السعر ونقصوا الوزن. البراندات الكبار اوف كورس دي دو ساتش حركات، بس وات تو دو، بقعوا السعر الخيالي انه فيها ذا ميريكل براث ولا المرق المعجزه. اذا بدكم تعرفوا اكثر عليها لانه عملت عملت ديديكيتد فيديو خصوصي لها واعطيت شويه معلومات، بات ستيل هذا المرق المعجزه حتى لو شربناه بالملعقه ات از ستيل تو ماتش. فيها 8 جرام، يعني البوت كثير صغير مقارنه باغلبيه الباودرز، يعني اقل من 1 اونس، اتس تيني تايني، ولكن الباودر كتير حلوة. It is finally milled، يعني مطحونة كتير 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 ناعم، وهيدا بيأثر على شكل الباودر لما بننزلها ولا بنثبت فيها الميك اب. دايما بقول انه الطحنة كتير بتساهم ولا بتغير من اللوك تبعه للوش كلياته. The setting powder is very important، مهم خصوصا اذا بدنا الميك اب يطول طول النهار. هيدي سعرها تقريبا 368 درهم اماراتي، يعني تقريبا 100 دولار. بالنسبه للاسعار شوفوا ببلادكم قد ايه الكارنسي، فيكم بس تشوفوا بالانترنت. القديمه ما كان فيها فورمولا ولا ما كان فيها ذا ميريكل بروث يلي موجود بهي، مع انه اتس انفيزيبل، وانما فيها ليتل بيت اوف
A peachy tone. نتوفي كتير صغيري من اللون وموجودة بس باودر وحدة. هلأ نزلوا باودر جديدة نفس الفيرجن بس the pressed one يعني المضغوطة. هيدي سايبة يعني لوز وأحلى شي فيها إنه بنتبت ولا بتتبت ولا بتستخدم تحت العيون والوش كلياته. أنا كنت قلت إنه فيها نقاط كتير صغيرة like a diamond. It is not dewy. It's not shiny. بس بتعطي نضارة للوش. أنا شفت المكونات فيها lot of extract ولا الخلاصات ولا الاستخلاصات مثلا السيويد extract ولا خلاصة الطحالب. فيها زيت اللوز الحلو, فيها زيت السمسم, فيها sunflower oil ولا زيت دوار الشمس, والاكستراكت بيزيدوا من قيمة البرودكت بس مش للدرجة إنه it's a miracle broth. بعرف إنه هيدي كتير غالية بس كمان بندفع للإسم وللكاونتر وللإكسبنسز. Is it necessary ولا بنحتاجها بحياتنا؟ Definitely not. أنا اشتريتها بس لجربها و I'm 100% sure بكل صراحة ما إنه كتير حلوة بس ما رح أرجع اشتريها مرة تانية. وإنما في ناس كل شيء إله شيء, في إلها ناسها وفي كتير صبايا أنا بعرفهم كتير بيحبوا البرودكتس تبعوا لامير. كمان موجود فيها التالك يلي بأغلبية الكوزماتيكس. ودي نوه إنه لأنه صبايا كتير عم تقولي عملينا ميك اب عملينا ميك اب, هيدي منا لعبة. الميك اب بده مختبر فول ستوب, مش عم نطحن وعم ننزل بالكيتشن تبعونا. مش مثل الصابون ولا الكريمات ولا اللوشنز ولا السكرابز ولا كل شيء بيعملوا ببيتي ولا بنزلوا بالقناة. ميك اب اتس ا هول اندستري وضروري ما بده مختبر لانه بده دقة الكبيرة ليطلعوا ببرودكت. لما اجيت كمان الانجريدينز مستخدمين ولا مستعملين المايكاز البيجمنتس الليكس والدايز, وهيدول كلياتهم بيجوا تحت مظلة الالوان التجميلية ولا الكوزماتيكس بيجمنتس. المايكاز هن اللي بيكون فيهم لمعة, فبتصور هيدي اللمعة يلي فيها من وراء المايكاز. وطبعا الليكس والأوكسايدز عم بيزيدوا اللون لما تكون بيضاء من وراء التيتانيوم دايوكسيد ولا الملون الأبيض. النكس برودكت ولا the next powder قلتها قبل شوي من عند لا بخيري وهي براند سويسرية. هيدي كمان كتير غالية وإنما لما قارنتها مع لامير لقيت إنه في فرق وفرق كتير كبير بالعين المجردة. بتيجي لونين اثنيناتهم ترانسلوسنت الوان والتو. هيدي رقم اثنين كمان طحنتها مطحوني ناعم جدا, وهيدا بيساعد إنه ما يتخلي الوش كيكي, ما تخليه مبقع, ما تخليه مرمل, ما يبان إنه there is a texture ولا في فرق بين الفونديشن والسكين, لأنه هيدي هي شغلة الباودر إنه بتثبت الفونديشن على الجلد. لا بخيري again من بحاجة ليبرروا أبدا الأسعار لأنه it's a very 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 high and expensive brand. بس مثل ما لامير بتبرر الأسعار بالمرق المعجزة ولا the miracle broth, لا بخيري بتبرر كل شيء يا إما بسيلولر يا إما بالكافيار تريتمنت which is ridiculous. العلبة لما بتنفتح أحلى شيء يلي عجبني بهي وحاولت لقي تبرير للسعر الفلكي انه بتيجي بعلبتين, بتيجي بفول سايز كونتينر وكمان ترافل سايز كونتينر. وهي is very very handy لما مثلا بتكونوا مسافرين ولا حتى طالعين وبدكم تعملوا ريتاتش ففيكم تحطوها بجزانكم من كبيرة ابدا. كمان بتيجي معها فلور باف, هيدي الفلور باف تبعو الصغيري وهيدي الفلور باف تبعو الكبيري. يعني كل كونتينر عنده السبونجا تبعو ولا الباف تبعو. هيدي الصغيري فيها مرايي which is again very handy إذا بدكم تاخدوها معاكم. إذا خلصت ولا لما تخلص بتصور the best thing to do إنه مناخد من الكبيري ونسكبها بالصغيري لتكون more handy. هيدي بالذات ولا هيدي الباودر بالذات they justify again السعر انه فيها the cellular treatment. بس احلى شي فيها انه هيدي
القرامات تبعولها 56 جرام، تبعول لابخيري انصدمت فيها بس 8 جرام، huge big difference. والترافل سايز فيها 10 جرام، يعني فيه أكثر من اللي موجود بلا مير. يلي اكتشفته لما قريت الانجريدينز فيها الكابريليك ولا الكابريك تريغليسيرايد يلي حكيت عنه بفيديو الكونسيلر، يلي هو الفراكشنيتد كوكونت اويل ولا زيت جوز الهند، مش يلي موجود بالفارماسيز، هو دائما بيكون سائل وبيتسمى كمان the dry oil ولا الزيت الناشف، وهو is a base كتير برودكتس بالعالم التجميلي، سواء كان ميك اب ولا سكين كير ولا حتى الخامات اللي بنعمل فيها الصابون، سكرابز، البرفيومز الى اخره. فبتعطي ترطيب من غير الاحساس المزيت. فيها خلاصتين ولا استخلاصين ولا تو اكستراكتس. اول وحده يلي هي الجينسينج، وهيدي العشبه كتير معروفة بالتشاينا والجابان. أنا عندي الاستخلاص هون وانا الخلاصة دي اكستراكت تبعو للجينسين، لأنه بستخدمها سواء بالسكين كير ولا شامبوز ولا الكونديشنرز، لأنها رائعة جدا، زائد فيها التريموس اكستراكت. المشكلة إنه حتى هدول الاكستراكت لو شربناهم بالسطولة ما بيعملوا هالفرق الواو، فكيف رح يعملوا هيدا الفرق إذا الباودر هالقد قدع؟ ولكن البراند بتبرر السعر صاروخي بهدول المواد والمكونات اللي اوريدي فينا نشتريهم نحن كانديفيدوز. مثل اغلبية الميك اب فيها تالك، فيها تيتانيوم دايوكسيد اللي هو الملون الابيض، فيها ليكس وبيجمنتس، اجان كلياتهم الوان تجميلية ليطلع المنتج متوازن بالانس لنقدر ننزله على وشنا. Is it necessary? Definitely not. كمان هيدي تقريبا شي 95% ما رح ارجع اشتريها، زائد الكمية كتير كبيرة وبتضرني لوقت طويل، ولكن في ناس بتحب لابخيري وبتقدر تشتريها ونيالون، اذا منا قدرانين مش اخر الدنيا. النكست برودكت من شانيل، الباودر اسمها فيتا لوميير، هيدي حكيت عليها كذا مرة انه ما عجبتني، وكل مرة بروح على الكاونتر تبع الشانيل بالهارفي نيكولز الريجنال مانجر تبعو البراند ولا خصوصا الميك اب از فريند اوف ماي، كل مرة بروح لعنده اقول له هيدي الباودر ما عم تزبط معي، يعني وات از ات، وات دو اي دو رونج، كل مرة بيقول لي دقيقة اعدي رح زبط لك اياها، رح اعمل لك اياها، بدك تستخدمي هيدا الفيكسر ب 300 دولار، بدك تحطي مباقي في هيدي الباودر ب 200 دولار. الباودر سبوز تو بي فان، سبوز تو بي ايزي، سبوز تو بي كويك، لا اشتري الباودر وجنبها مليون الف شغله، ذات دازنت ورك اوت فور مي. زائد الجراماج تبعولها كثير صغير، مش فيها 10 جرام. احلى شيء فيها لا نعطيها حقها هي جوا فيها السيفتر، و it is finally milled، معناته بننفخ عليها بطيخ يعني مطحون ناعم جدا. هيدي انا شخصيا ما عجبتني. Is it wow? Personally not at all. ولكن again كتير صبايا بيحبوا الكوزميتكس تبعوا للشانيل، مع انه شانيل دي انوت بروز، يعني منهم بروفيشنال بالميك اب بس الهم زبائن تبعولن، تيجي بكذا لون وبالتالي الها كفرج زياده، الاولي والثاني ما بتعطي كفرج بس بتثبت الفونديشن، هيدي بتزيد كفر زياده ولا كفرج زياده من ورا الالوان. النكست وان الهودا بيوتي يلي كانت الفيفوريت معي بهيدا الشهر، درجتي فيها بلوندي، الكمية is quite fair، فيها 20 جرام بعدة ألوان وكلياتهم translucent powders. أول وحدة راح أروح من اللايت للغامق، بتيجي البيضة ولا اللي على بياض اسمها sugar cookie اللي هي technically بيضة، في كمان الكابكيك يلي بيضة ولا light بس على pink undertone، في الباوند كيك يلي very light بس undertone على أصفر، في البانانا بريد يلي هي صفرة بس light، مش very light، light yellow، في البلوندي يلي أنا عندي هون بتشبه كتير كتير الشيد البيناي بانانا باودر، the next one كنافة وهي dark yellow، في cinnamon
ولا سينامون بان يلي فور الدارك كومبلكشن، ولا الصبايا اللي بشرتهم شوي اغمق، وفي دي كافي كيك للصبايا اللي بشرتهم كتير غامقه. بتصور انه مخلوطه ولا فيها مزيج بين لونين، بين اليلو والليتل بيت اوف ريد، ما بعرف اذا ممكن اني سنس، يعني فيها صفار على حمار. بعرف انه مش كتير الوان، وانما هدول رينج ولا التنوع كتير حلو، خصوصا للصبايا ولا الدارك سكين ولا ويمن اوف كالر، مش بالسهل انه يلاقوا هيك الوان. مطحوني ناعم 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 جدا، وهي هدى يعني دي اونر سميتها ذا ايزي بيك، يعني it is targeted for baking لتحت العيون للتيزون ولا للمنخار، هون بين العيون والتشين وكمان الجو لاين. البيكن تبعولها رائع جدا، it doesn't crease من مرملي، انا عجبتني. عادة هيك لي بدها تكون بالفيفورت تبعول الشهر اللي فات لانه استخدمتها طول الشهر، بتصور لانه صار لوني عم بيفتح تان، صار تقريبا منعدم، I might get اللون الافتح لانه هيدي شوي غامقة. It doesn't oxidize it doesn't flash back، رائعة جدا. بعكس قد ما هيدي عجبتني قد ما الفونديشن ما كان عجبني نهائيا، وانا حكيت عليه بفيديو من الفيديوهات. السعر it is kind of high end، مش very high high end، وانما مقارنة بكل شيء بكل صراحة in the middle، لن كتير غالية ولن رخيصة. فيها flower scent هيك ريحة خفيفة من الزهور، كمان بتيجي بسيفتر ولا بالنات ولا بالمصفاية جواتها لما يطلع كل البرودكت. للصبايا اللي بتعمل the baking بتناسلوها من تقريب 3 إلى 5 دقائق، you let it sit and then بتشيلوا زيادات بالفرشاي. As I said it's one of my favorite powders. من غيرلان وهيدي اسمها ميتيوريت. للأسف هيدي مش setting powder, it is a finishing powder. في فرق، setting powder بنثبت فيها الفونديشن، الفينيشن باودر بس نخلص كل الميك اب كله على كله، and then خطوة إضافية ولا an extra step for an extra flawless finish. This is when هيدول الباودرز بيجوا بالصورة. بعرف إنه مش كل الناس بتعمل هيدي الخطوة، بس أنا بصراحة لأنه قد ما بحب الغيرلان وريحة البرودكتس، I know it's ridiculous، ومش حجي أبدا إنه اشتريها، بس فيها ريحة الفايلت بتصور، ريحة تبعول كل السكين كيرز لا غير لا، بتيجي بثلاث ألوان، فيها هدول الكريات الملونة، الكونتينر تبعها is very chic، it's very very غير لا، هيدي آخر خطوة، بناخد شوي بالفرشاية، بنمرقها على كل الوش، بتعطي a kind of a flawless finish، ولا it evens out، ولا بتعطي balance لكل شيء بالوش، ليتجانس مع بعضه. إذا كانت الفونديشن مع الباودر مع الكونتور مع البلاشر مع الهايلايتر، فبتجمعهم كلياتهم. It is a necessity طبعا، لا منا مضطرين وما نكون مضطرين نكون تجيبوها، بس again في صبايا بيقدروا وعندهم مقدرة شرائية. It is an amazing product. ما حد يفكر انه انا عم قارن حالي مع حدا، not at all. انا عم بشتري هدول الغراض لأعمل عليهم ريفيوهات بالقناة، لأنه القناة مش لفئة معينة ولا لشخص معين ولا لجنسية معينة، أنا فتح القناة لكل الناس مدام قلبي بيساع كل العالم، فديفنتلي قناتي رح تساع لكل الناس. next product يلي مشهور بالبيوتي كوميونيتي، يلي كل الميك اب جوروز بيحكوا عنه، يلي لحد هلأ ما سمعت باد ريفيو عليه، يلي هي the famous لورا ميرسي باودر. هيدي هي بتيجي بكذا لون، هيدي ترانسلوسنت بس الكذا لون على غير رانج، هي لحالها فيها اثنين، بتصور the lights والدارك ولا الميديوم والدارك، شغلة مثل هيك هلأ رح تطلع بالشاشة. بتيجي ستاندرد 1 أونس، معناته 28 جرام، it's a lot of product by the way، it doesn't cake up كتير، مش بس بيوتي جوروز، لأنه في فرق بين بيوتي جورو وميك اب ارتست. الجورو بيكون بيفهم بالميك اب ومنه بالضرورة أبدا إنه
ميك اب ارتست، ولكن الميك اب ارتست بتكون اجاب، ففي فرق. اثنيناتهم كثير بحبوا هيدي الفاونديشن لانه it doesn't فلاش باك بالمرة على الصور، ما بتبين مرملة، ما بتبين مجيرة. كمان طحوني كتير خفيف، البوت بيجي فيه lot of products. اي نعم لغة ميرسي it's a high end product، وانما في وسط كل الاندستري جاي بالنص. برأيي اذا الصبايا بدكن شي منيح وبيطول وبرودكت كتير وبيجنن على الوش، go for it. This is one of the best powders يلي موجودين بالإندستري. النكست وان يلي هي من ميك اب فور ايفر، وهيدي نحكي عليها كتير خصوصا بحلوة رمضان. فيها 10 غرام، يعني تقريب النص من اللغة ميرسي. بتيجي بعدة الوان. اللون اللي انا اخداه 18، ما بعرف اصلا ليش جبت هيدا اللون، لانه رحت سألت بالكاونتر على اللون، قلت لهم اعطوني نمبر 18. عاملة كمان مثل بانانا باودر من عند بيناي، the banana kind of الكلمة، ولا اللون جاي من اللون تابعه للموز. كتير حلوة، doesn't crease doesn't oxidize. so كل الباودرز اللي حكيت عليهم هلا، وكمان باودرز اللي راح احكي عليهم بعد شوي، الا في وحده ولا اثنين هلا بقلكم شو هني. اي لوف هيدي الباودر، كتير خفيفه، بس the only down part بالنسبه لي هني غرامج، يعني كتير صغيره مقارنه بالباقيه. و it's the favorite of a lot of celebrities، بس ما بعرف اذا هني بيحبوها ولا بس عم يعملوا دعاية. وهلأ اتذكرت بدي بس نوه وذكر انه قناتي ما بعمل sponsor videos، يعني فيديوهات مولة ما بعملها، وكمان كل هيدول الميك اب انا شاريهم بمصرياتي. النكست برودكت من ماك واسمها ماك بريب اند برايم، هيدي هي. بصراحة هيدي الباودر كنت عم نزلها لسنين وسنين وسنين، بس انا عم بحكي عن هيدي بالالفين وبروبابلي 2004 2005، يعني it's a long time ago. مشكلة هي مع انه استخدمتها لسنين انه it does flashback، يعني لما بنتصور بيطلع بالكاميرا مجير، زائد الباودر كباودر سميكي وخشنة، يعني لما بنزلها بين اصابيعي بحس بالتكستشر تبعولها. صراحة وهيدا رأيي الشخصي، إذا بتسمحوا لي ما بنصح فيها أبدا، لأنه في كتير برودكتس بالسوق أحلى منها بمسافات. النكست وان لأنه برودكت كتير زغطور and it is so cute من اللغة ميرسي، اسمها The Secret Brightening Powder. It's the little teeny tiny version من الكبيرة، فعملين exactly نفس البارت ولا الكونتينر على صغير. هيدي خصوصا لتحت العيون فيها لمعة، it has a shine، فيها هيك نقاط عم تلمع، sometimes بتبين very cakey، يعني بتقلب. في عوض انه ما تعطينا البرايتنس بيصير تحت العيون مجيّر. فالحل الوحيد من نظري انه بناخد نتو في كتير صغيرة as a finishing powder، مثل تابعول الجيرلا، انه بنتبت الصواي اللي تعمل التتبيت الكتير ولا البيكن under the eye، لانه انا ما بعملها، فتبتو شيلو ونزلو ولا مرق، وهي شوي صغيرة لتعطي نضارة ولا لتفتح تحت العيون اكتر. next product من عند كاتريس، رح ننزل النزلة الصاروخية على الارض من very high end ل budget friendly makeup ولا items ولا powders من عند كاتريس، وهيدي النيود illusion loose powder transparent matte. هيدي من احلى الباودرز يلي جربتها، كمان الطحنة تبعولها كتير 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 ناعمة، ما بترمل، ما بتجير، doesn't flash back، ما فيها لون، transparent، فما بتعطي تغطية at all، it doesn't feel heavy، منة تقيلة على البشرة نهائيا. بالنسبة لإلي بس بدكم طبعا تروحوا جربوا وشوفوا إذا رح تعجبكم. بالنسبة لإلي الصبايا عم بتدور على شيء affordable وحلو وخامته منيحة، this is the way to go. I love هيدي الباودر big time. next one a duplicate تبع لورا ميرسي، بالنسبة لكتير بيوتي جوروز اللي هي كوتي إيرسبان، هيدي هي. هيدي اسمها translucent extra coverage، فيها a very strong flowery scent، دايما بقولها وبركز عليها strong بما معناه نوعا ما بيخنق.
هيدي ريح الكتير قوي تابعوا للورود ولا نوع من الورود ولا حتى هيدا الميك اب الكتير قديم يعني الميك اب اللي كانوا عند امهاتنا نفس السنت بتروح هيدا ريحة بعد دقيقة ولا دقيقتين موجودة بكتير الوان اي جاس بس انا بصراحة الوحيدة اللي جربتها هي هي تيجي معاها طف هالقد قدها it is a lot of product فيها 2.3 ounces تقريب الشي شغلة و 60 جرام that's a lot of product doesn't cake up ما بيصير لها شي ابدا as I said كتير ناس وانا من بيناتهم بيقولوا انه it's the exact duplicate على اللورا ميرسي يلي بيفرق هو السعر الوزن والريحة again اذا بتكون شي كتير منيح فيها hint of color هيك بس نتشوف لون الكوتي اسبان is phenomenal. The press powders في كمان الفيموس stay matte من ريمال لندن وهيدي كمان حكيت عليها كتير من ويت ان وايلد بتيجي نصها كونتور ونصها باودر اذا بتكون شيء على قد الايد وكمان فيها بونس يلي هو الكونتورين جو فور ذيس ون هيدي اسمها دولتشي دي ليتشي كتير حلوة تعمل برايتنين لتحت العيون للمنخار لكل الهايلايتين بوينتس تبع الوش الستي مات من ريمال لندن هيدي البريست وان انا عندي 001 يلي اسمها ترانسبيرنت It is good. Yes, it is. ما فيها ريحة قوية أبداً. بتيجي بعدة ألوان. كمان هيدي بيقارنوها نوعاً ما. نوعاً ما باللغة ميرسي. فالكوتي إيرسبان وستي مات من ريمال لندن. اثنيناتهم بكافي واللغة ميرسي بكافي من ناحية المقارنة. Next product RCMA. كمان it is very known بالبيوتي community. بصراحة هيدي أنا كنت قلتها sometimes it flashes back sometimes it doesn't المكونات تبعوا لها فيها مكونين هيك كاتبين هني تالك والسيليكا فأي أزيوم إنه كمية التالك كتير 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 كبيرة والسيليكا هي اللي بتعمل الفلاش باك sometimes هي وزوقها بتبان بالصور و sometimes it doesn't مطحوني كتير ناعم كتير مثل السكر البودرة بصراحة هذه بس رح تخلص ما رح أرجع أشتريها لأنه فوقت مدام أنه في باودرز أحلى منها وأحسن منها ودي بيرفورم أحلى وأحسن ف I don't really need it ولكن كتير بيوتي غوروز they rave about it وبتعجبون آخر two products يلي عندي يلي ما عجبوني يلي جربتهم كتير كتير ويلي حاولت أنه حبهم وما زبطوا معي نهائيا أول وحدة هيدي من إيسنس اسمها ماتيفاين كومباكت باودر الجراماج فيها 12 جرام هيدي فيها أرقام بتصور لأنه من وراء مكتوب فيها 10 لايت بيج الباودر سيئة أول شيء اللون لأنه بيج هو لايت أي نعم بس منه بيج عاطية على بينك تاني شيء عم بتروح على كل الخطوط تبعوا للوش جربتها وجربت فوق منها الفيكسين سبراي لعل وعسى انه يمتص شوي من هيدي الباودرينس ما زبطت ابدا مرملة ومجيرة This is horrible بالنسبة لي يمكن غيرها رح تعجبون بس انا بصراحة حتى ولو ايسنس رخيصة حرام انه ارمي هيك المصاري بالزبالة نيجي لحبيبة الجماهير يلي حبيبة الجماهير من أصحابي يلي كلياتهم أو لأغلبية أصحابي قالوا لي إنه كتير رح تعجبك هيدي الباودر نحن متأكدين إنه رح تعجبك هيدي الباودر حاولت وجربتها مع شوية فونديشن مع كتير فونديشن مع المينيموم اوف ذا فونديشن مع لايت ويت فونديشن ما عم تزبط لا بالحلال ولا بالحرام ويلي هي جوردانا بريس باودر باودر مضغوطة لونها على أصفر لما شفتها قبل ما افتح طبعا لأنه ما جربتها على وشي إنه ما بجرب الميك اب خصوصا ما بيكون هيك باودرز ولا الاشياء يعني هايجينيكلي نوت جود فبشتري على التساهيل من جوا على أصفر رقمها 04 بيج منا بيج it is kind of yellow مشكلة هيدي الباودر it is extremely heavy
تقيلي 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 حاشا الله اتقل من تبعول الماك. في الستوديو فيكس باودر من عند الماك انا كنت بستخدمه كمان في 1901 انه I needed more coverage، هيدي اتقل منه بكتير. لما بحطها مثل ما قلت فيديو قبل I feel انه my face is cracking، يعني وشي عم يتكسر، بيصير الوش صعب انه يتحرك، ولما بيتحرك بتروح على كل الخطوط اللي فيها تعابير. If I'm making any sense، مثل ما قلت جربتها مع هذا المينيموم فونديشن ما زبطت معي ابدا. يمكن للصبايا اللي بتحب ولا دي دونت مايند، ما عندهم مشكله بيد الاحساس الثقيله على الوش ولا كانه ماسك بس بدهم اكسترا كفرج، والله نيالكم. انا شخصيا not at all I didn't like it which is kind of sad لأنه I had a very high hopes، كان عندي آمال أنا كنت شبه متأكدة أنه راح أحبها، بس what to do، ما فينا نحب شيء ولا نكرهه إلا لما نجربه. وهي أنا وصلنا لآخر الفيديو، بدي ذكركم بس ذكر حالي قبل منكم، الميك اب it is just makeup supposed to be fun, supposed to be something happy, supposed to be شيء بفرحنا بنلعب فيه ونفرح فيه، ابدا ابدا مش هو اللي بيحدد اذا نحن بشعين بيه ولا بشعين باله. الحلا والجمال بالقلب، يا فرحتنا لو كان وشنا مرسوم بالملي وجميل بكل المقاييس والمعايير العالميه، وانما تصرفاتنا بشعه 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 وزباله. بعرف انه انا استخدمت هذه الكلمه كثير بس عم بحاول انه اوصل فكرتي. ما الميك اب باخر النهار بنغسله وبننام، مش بيحدد اذا نحن حلوين ولا نحن واو ولا نحن شيك، نوت ات اول. كل وحده فينا بتشوف الميك اب بمنظورها الخاص، ولكن بالاخر ما بيقيمنا وات سو ايفر. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وانا بعتذر اجان انه ما عم بقدر اكد على التعليقات ابدا، بس بحاول اقراهم كلياتهم، بس لانه الظروف عم تحكم وما في وقت بالمره، فبليز اعذروني. بتمنى لكم نهارك كله سعيد وحياتكم كلياتها سعيده، ويا رب يا رب يبعد عنا كلياتنا، يعني انتو وانا اي شيء بهكهك الاعصاب ولا يعصب ولا يضايق، لانه ما في شيء حرزان ابدا نتضايق عليه. اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناه، وبشوفكم فيديو جديد. Thanks a lot for watching. Bye bye.